الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب. الذين آمنوا بالله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الله أكبر. شفت كيف السكينة؟ شفت كيف الراحة والطمأنينة؟ تدري ليش يا شيخ بدر؟ اي والله، لأن الله عز وجل يقول: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. والله لن يرتاح هذا القلب ولن يطمئن هذا القلب إلا إذا علق بالله. يا إخواني، يقول شيخ الإسلام: إن في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله. الله أكبر. وإن فيه وحشة لا يزيح هذه الوحشة إلا إذا استأنس الإنسان بالله. الله أكبر. الله عظيم وكلامه عظيم. الله أكبر. وما أجمل هذا المجلس المبارك الذي من ثمراته أن الله يذكرنا في الملأ الأعلى عنده. الله أكبر. يا إخواني، والله هذا يكفينا. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. يمكن بعض الشباب الآن لو سمع ببشرى انه له سيارة كذا، ممكن من شدة الفرح 3 أيام ما ينام. طيب الآن انا اقول لك: الله يذكرك. الله اكبر. الله يذكرك عند جبريل ويمدحه ويمدحك ويثني عليك. الله اكبر. الله عز وجل يقول في سورة الأحزاب: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. واحد من الشباب الآن طبق هذه الآية معانا، ماذا يحصل له؟ قال الله بعدها: هو الذي يصلي عليكم. الله يصلي علينا، والصلاة من الله لك يا عبد الله، هو الثناء لك ومدحك عند الملأ الأعلى، عند جبريل، عند ميكائيل، عند إسرافيل. الله يثني عليك. هو الذي يصلي عليكم وملائكته، حتى الملائكة تصلي عليك، والصلاة من الملائكة لك يا عبد الله هو الاستغفار لك. تخيل بالله يا شيخ بدر، لو أن رجلا من الصالحين جالس يدعي لك، ما تفرح؟ وهو رجل من الصالحين ورجل معروف بالصلاح. طيب تخيل يا غالي، وانت جالس هذا المجلس المبارك، الملائكة تستغفر لك والملائكة تدعي لك. هؤلاء الملائكة الذين قال الله عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون.
لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. تخيل يا غالي هؤلاء الملائكة يستغفروا لك، يدعون لك إنك جالس هذا المجلس المبارك وتكثر من ذكر الله عز وجل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور، من ظلمات الفسق والبدع والشرك إلى نور التوحيد والهداية والأعمال الصالحة والمساجد، ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. ومن ثمرات هذا المجلس يا غالي أنه سبب لك في دخول الجنة. الله عز وجل قال بعدها: تحيتهم يوم يلقونه سلام، تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما.